بمشاركة فنية متنوعة من رواد الفن التشكيلي وبإشراف من الفنان أسامة دياب، أقيم معرض خطوة السادس بعنوان درج الياسمين في صالة لؤي كيالي بالرواق العربي بدمشق. معرض لفنانات ممارسات وخريجات، هن تخرجنا من مرسم الفنان أسامة دياب الزميل الغالي أسامة دياب. تعددت المواضيع الموجودة في المعرض وهي أعمال لفنانات هن منهن متميزات ومنهن من قدم عمل يعتبر بدائي ولكن مقبول بصورة عامة. أحيي هكذا نشاطات لأنها ترفع المستوى الثقافي بالنسبة لبلدنا سوريا الحبيبة وتشجع على الارتقاء إلى الإبداع والتألق. نأمل دائما إقامة مثل هذه النشاطات والارتقاء بالفن التشكيلي عموما. الإشراف على المجموعة هي بيطلب أن يكون دائما نحن في على فكرة طرح موضوع موحد للمجموعة، نحكي فيه عن ما يلزم هذا المجتمع أنه نحن يلزم بلدنا أنه نقوله نوجيه للعالم نطرحه. حكينا عن التراث، حكينا عن العادات والتقاليد الجميلة، حكينا عن المكرمات الحلوة، حكينا عن الريف الجميل، حكينا عن الإطلالة الجميلة، حكينا عن أشياء كثيرة بكل بمجمل الأعمال هي. هي مشاركتي الرابعة بمجموعة خطوة اللي كل سنة بنكون عندنا معرض بإشراف الأستاذ أسامة دياب. فشاركت هالمرة، كل مرة بيكون في موضوع معين للمعرض، المرة هي شاركنا بأعمال سابقة عنا. أنا مشاركاتي كلها بتكون بالليل، بحب أرسم بالليل، استخدمت ألوان الإكريليك والفرشاة السكينة. معرض بعنوان درج الياسمين مثل ما شايفين بيحكي عن التراث، التراث السوري، تراث الريف أيضا. بما أني ابن البيئة الساحلية فأنا اخترت اللوحة هذه بخصوص المرأة الريفية، التراث الريفي، واللوحتين هدول البيئة الشامية، فدمج واختلاط بين التراثين الريف ومدينة. معرض بعنوان درج الياسمين مثل ما شايفين بيحكي عن التراث، التراث السوري، تراث الريف أيضا. بما أني ابن البيئة الساحلية فأنا اخترت اللوحة هذه بخصوص المرأة الريفية، التراث الريفي، واللوحتين هدول البيئة الشامية، فدمج واختلاط بين التراثين الريف ومدينة. المعرض الذي قدم 9 فنانين وتضمن 24 لوحة ذات مواضيع متعددة تسقط الضوء على صور من حياتنا اليومية والتراثية، منها بتقنية الزيت ومنها الأكريليك.